جاء على في رويتر على لسان السعودي، يعني قد تكون كما كانت داعش تتبنى أي عمليات. أعتقد أن الإمارات مؤمنة مجالها الجوي بشكل جيد، دفاعاتها بشكل جيد، لا أعتقد أن راح يصير هذا الشيء. هذا هو وإن حدث هذا يثبت أن هذه الجماعة هي جماعة إرهابية خطرة على العالم ككل. والظاهر أن الضربات الموجعة التي تلقاها الحوثي شبوة ومأرب جعلته ينسب إلى نفسه بطولات. اليوم في عالم الدرونز كل شيء جاهز، لكن ما نحتكم إليه هو بيان شرطة أبو ظبي وبيان حكومة. ما زالت هناك النظام الإماراتي نقول عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا، ستندم. نعم ستندم إذا ما قررت القيادة إصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال الأيام أو الأسابيع القادمة. نعم ستكلفه كثيرا. اليوم نعلن ولأول مرة أن لدينا عشرات الأهداف ضمن بنك أهدافنا في الإمارات، منها في أبوظبي ودبي، وقد تتعرض للاستهداف في أي لحظة. فاليمن اليوم أقوى، أشد، أعتى، أصلب، لن تمضي معنا التهديدات والتلويحات. أوقفوا عدوانكم، أرفعوا أيديكم عن اليمن، حينها ستحظون بالأمن وسنحظى نحن بالأمن. إذا أردتم الأمن والسلامة لمنشآتكم وأبراجكم الزجاجية التي لا تستطيع الوقوف أمام طائرة مسيرة واحدة فاتركوا اليمن وشأنه. هذا التحذير خذوه على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى. فنحن اليوم أكثر تصميماً على تنفيذ عمليات واسعة ونوعية لوقف هذا العدوان.